السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أحباب الرحمن، أحباب رسول الله. بكى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي فقوم يأتون من بعدي ويؤمنون بي ولم يروني. صلوا عليه وسلموا تسليما. معكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم صالون مريم، البرنامج الأول في مصر والعالم الإسلامي والعربي الذي يتبنى المواهب الصوتية في تلاوة القرآن الكريم والإبتهالات والإنشاد الديني. زي ما احنا نعلم أن العالم الإسلامي يحتفل بذكرى ميلاد سيد الخلق، نبي الرحمة، نبي الهدى، وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. حمل رسالة السماء شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل، وأوصى بالحكمة والموعظة الحسنة. دين المحبة والسلام، دين الإنسانية والرحمة، هو دين الإسلام. مشاهدينا الكرام، معايا ومعكم النهاردة ضيوفي من أهل القرآن، أحباب الله، وحلقة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد سيد الخلق، سيدنا ومولانا وحبيبنا سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه. أهلا بكم ضيوفي الكرام، معنا ومعاكم المنشد علي ليلى والمبتهل أنس ناير. هنتعرف بيهم مع بعض وهم اللي هيعرفونا بنفسهم. أهلا بكم أستاذة. أهلا بكم أستاذة مريم، منورنا النهاردة. سلام حضرتك والله. نحن عارفين ان احنا النهارده حلقه مميزه، وقد تكون هي اخر حلقه في موسم صالون مريم الثاني، فقلنا نختم بيها ومناسبه كمان ذكرى الاحتفالات بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تعرف نفسك كده. انا علي مصطفى، علي ليلى، حافظ القران الكريم ما شاء الله. ان شاء الله بكالوريوس جامعه الازهر علوم طبيه باذن الله. ما شاء الله. يعني بدات المسيره مع القران الكريم، والحمد لله بنمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وننشد في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اخترت الانشاد لي اشمعنى؟ والله اللون ده جميل قوي، يعني لون بيوصل للقلوب بسرعه، وفي نفس الوقت هو اعظم رساله، رساله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين ان سيدنا النبي مدحه أو ذكره فهو يطيب القلوب، فالمجال ده علاقته بأي حاجة بتطيب القلوب. وعامة ذكرى الله ورسول الله بتطيب القلوب طبعا. القرآن بيمس قلوبنا، ذكرى اسم سيد الخلق يمس قلوبنا. صلى الله عليك يا حبيبي. فأجمل كلام هو كلام الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعرف بيك. أخوكم في الله أنس ماهر إسماعيل. أنس الفرقة الأولى بكالوريوس تجارة. منشد يا أنس برضه؟ مبتهل إن شاء الله. مبتهل؟ إن شاء الله. ربنا يوفقك. إن شاء الله. طيب معلش أنا ما سألتكش علي، مين شجعك رغم أنت بسم الله ما شاء الله، أنت قلت لي أنت من أوائل الثانوية العامة، أيام الثانوية العامة ما أنت كنت فيها، ورغم ذلك تمسكت بهذا أو بهذه الموهبة وما شاء الله يعني. الله يحفظك يا رب. تمكنت منها يعني. والله الدافع الأولاني هو يعني رسالة القرآن اللي كان الأساس فيها الله سبحانه وتعالى، ثم والدي والدتي اللي كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إني أتعلق بالقرآن وأتربى على سماع النقشبندي والشيخ طه الفشني والناس العظيمة دي، فكانوا دايما يشجعوني على حفظ كتاب الله. كان الدافع الأساسي برضو هو مسابقات القرآن. الحمد لله أخذت مركز أول على الجمهورية مرتين اتنين، واخذت مركز الرابع على العالم السنه اللي فاتت في المغرب ما شاء الله. فكان الموضوع معايا اني اتربيت على نهج الناس الجميله ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت ما حسيتش في سنه من السنين او فتره من الفترات ان الموهبه دي معطلك عن دراستك او نجاحك طبعاً. العلمي بالعكس، بل هي دايما دافع ليا ان اكمل في اي حاجه. ربنا يوفقك. الله يحفظك. وانت مين شجعك برضو يا انس؟ اهلي واهل قريتي ما شاء الله. يلا عامة، واكيد قدوتنا طبعا انك شبندي ومين تاني؟ الشيخ طه الفشني. اه كلهم ما شاء الله. محمد عمران. اه
ربنا يوفقكم يا رب كده، وان شاء الله حلقه موفقه بيكم بإذن ونسمع مشاهدينا الكرام ونشوف معانا المنشد علي ليلى ان شاء الله. اتفضل. هنبدا بحاجه ان شاء الله بالصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك. وأحسن منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا، يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام. صلى الله عليك يا سيدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا. ما شاء الله. طيب انشاد ما شاء الله بتتكلم من قلبك يعني. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. ما شاء الله عليك علي. نسمع مشاهدينا الكرام مع المفتهل انس. تفضل يا انس. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين وفي الدنيا يا رب، غرد بشعارك مادحا يا صاحي، فجمال أحمد من ندى الفتاح، غرد بشعرك مادحا يا صاحي، فجمال أحمد من ندى
الفتاح والله ما خلق الإله بكونه بشر كأحمد للضلالة ماحي قد ذكى ربي محمدا في ذكره والله داوى الرسول جراحي سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليه ما شاء الله أنس ربنا يفتح عليك يا رب انت عندك ما شاء الله الموهبه دي انت من امتى وانت صوتك بتستغله كده في الانشاد الحمد لله من وانا في ثالثه ابتدائي كنت بطلع في الاذاعه المدرسيه تمام دايما على طول ده اللي شجعك اكتر ايوه وطبعا اعجاب الناس بيك وزملائك وكده ده خلاك يعني تفضل الموهبه جواك وعايز تبقى احسن طبعا. صح يعتبر أيوة. بتستمد قوتك منهم اكيد طبعا ايوه ربنا يوفقك يا رب علي انت قلت لي علي ان انت ما شاء الله يعني عندك في بحث انت عملته الحمد صح؟ لله رب العالمين الكليه الحمد لله يعني مشروع. ممكن تقول لنا عليه كده طيب هو باختصار انا الحمد لله رب العالمين الطريق مع القران وصلني لكل حاجه يعني ما شاء الله من القران استنبطت العلم والعلوم كلها تستنبط من القران ما شاء الله وبالاخص في هذا مجالي البايو فسبحان الله بدات على موضوع اسمه مشروع فيروس سي وكلكم عارفين العلاج اللي اسمه سوفالدي العلاج ده في السوق ده بيعالج فيروس سي العلاج ده فكرته بتقول ان اي فيروس بيدخل الكبد زي فيروس سي ده هو بيتكاثر مثلا ل 100 فيروس كل واحد من ال 100 بيتكاثر ل 10 جداد وكل واحد من ال 10 بيتكاثر ل 10 جداد طب ايه المشكله الفيروس ضعيف جدا يعني اقل من شويه سخونيه او شويه برد طب ايه مشكلته بيعمل المشاكل دي كلها ازاي والله الفيروس كل ما بيتكاثر كل واحد منهم يعني 10 كل واحد بيطلع 100 كل واحد من 100 بيطلع 10 في حوالي اضرب 10 في 100 في 100 حوالي 10000 نوع في كل يوم في الجسد مشكلتهم بقى ان ده اي بي سي محمد محمود ابراهيم كلهم مختلفين عن بعض فانا عايز تركيبه كيميائيه تضرب كل الانواع دي مره واحده فالحمد لله عمل سوفالدي سوفالدي ده يعني بيضرب 350 في واحد فعلى مدار شهرين او ثلاثه بيكون الفيروس خلاص يعني زي الاقوى من المنتج اللي قبل كده احنا عاملين بقى حاجه من طحلب جديد ان شاء الله هذكر اسمه قريبا الطحلب ده يعني زائد تركيبه كيميائيه بيضرب اكتر من كده وان شاء الله ملوش اثار جانبيه خالص باذن الله اهم حاجه ان ما يكونش له اثار جانبيه على باذن الله احنا عايزين حاجه تقضي على المرض فعلا قضاء تام ان شاء الله باذن الله ما يسببش للناس اي مضاعفات زي السوفالتي اللي قبل كده السوفالتي جميل جدا بس برضو في ناس حصل لها مضاعفات والله اللي بيحصل مضاعفات للناس اللي عندها مثلا في ناس بيبقى عندها اصلا سكر وفي ناس عندها حاجات تانية كتير غير فده يعتبر ما بيجيبش النتيجة لكن السوفالتي جميل جدا لا وجاب نتيجه يعني انا والدي متعالج بسوفالتي فما شاء الله يعني ربنا كده يوفقك في اختراعك قريبا ان شاء الله يعني اللي انت هتخدم بيه الانسانيه يعتبر دي حاجة كويسة جدا انت هتخدم بيها البشر يعني والله نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني ففي ميزان حسناتك اللهم امين يا رب اللهم امين يا رب تحب تسمعنا ايه تاني دلوقتي؟ هنسمع حاجة بلغة انجليزية ولغة عربية طيب ماشي اتفضل ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد
كل الأمم تشهد إنك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك، ارحم محبينك عاشوا على دينك، ما أحلى سواد عينك يا ابن عبد الله. أو أحمد وطيودو يوم طلعت سندك قول نيشان تستيفاي، يور ذا مسنجر اوف الله. وإيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد إنك رسول الله. سيدي قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي، سيدي قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي، وسامحهم من الذنب وغفار الذنوب الله. أو أحمد وتيودو يوم طلعت سندي قول نيشان تستيفاي، يور ذا مسنجر اوف الله. وإيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد إنك رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله ما شاء الله عليك علي، الله يحفظك. ما شاء الله عليك، ربنا الله يفتح عليك ويزيدك. الله يعزك يا رب. الله يعزك. بصراحة أنتوا شباب ما شاء الله، يعني تفتحوا النفس، الله يكرمك، وتخلوا الواحد يبقى متفائل. رغم أن ممكن نسمع أحداث ونشوف حاجات في المجتمع تضايقك، أو سلوكيات مش كويسة في المجتمع من بعض الشباب برضو، إنما لما الواحد بيشوف ناس زيكم كده بيتبسط. الله يحفظك. وفعلا يعني كما قال رسول الله، الخير في أمتي إلى يوم القيامة. فإن شاء الله الشباب دول هم مستقبل أمة أيا كانت بقى في كل عصر. أنتم مستقبل الأمة، ربنا يوفقكم كده يا رب، ودايما كده للأمام، وكل الشباب يقتدي بيكم، وتبقوا قدوة حسنة لزملائكم وكل الشباب. يا رب يا رب. سمعنا حاجة؟ ماشي، سمعنا حاجة أنس. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك، يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك، بحملك بمحمد رب السماء هناك، بالمصطفى سعد وجب لما حملت في رجب، وما تري منه تعب هذا نبي ذاك. شعبان شهر ثاني والنور منه باني، هو صاحب القرآن وربنا أعطاك. رمضان جاءك بالغنى يا آمنة ليلة المنى، نزل عليك أمرنا ووحينا أناك. شوال شهر رابع والنور منه ساطع، ولد الحبيب وراكع ساجد إلى مولاك. ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى، وربنا عنك عفا هذا نبي ذاك. ذو الحجة سادس شهر يا آمنة يا سعدك، الله يجمع شملك بسيد وفاك.
محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما تري منه رذا هذا نبي ذاكي وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل يا آمنة تأملي نورا به أهداك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة ندخل من أجل الجنة برغم من عداك سيدنا النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وزد وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما شاء الله عليك أنس ما شاء الله عليك بصراحة أنتم الاثنين أروع من بعض الله يحفظك ربنا يبارك فيكم رب الله يحفظك طبعا احنا الأولى وقت البرنامج هو يعني بيبقى دايما بيجري ورانا وبنبقى بنجري بسرعة فقبل ما نختم حلقتنا هنسمع منك انشاد ويبقى احنا كده ايه ختمنا بيه حلقتنا النهارده اتفضل احنا صلينا على سيدنا النبي في الاول عايزين نحس بقى بعد ما صلينا على سيدنا النبي ايه اللي حصل صلي تعالي حاسد بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه ولا إيه صلي تعالي حاسد بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه ولا إيه أوقات كتير بتكون مخنوق ساعات وتحس إنك وقتها في شدة وضيق وتلاقي ناس حواليك وأحيانا صديق بيقول لك اهدى بس وصلي على النبي وتلاقي ناس حواليك وأحيانا صديق بيقول لك اهدى بس وصلي على النبي وتلاقي روحك تصفى ما بتعرفش ليه اول ما بتصلي وبتسلم عليه صلي تعالي حاسد بايه دلوقتي احسن ولا ايه ولا ايه صلي تعالي حاسد بايه دلوقتي احسن ولا ايه ولا ايه ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك عليه فعلا الصلاه على محمد بتريح القلوب وبعدين بتشفي الصدور وبتشع في وجهك نور وتديك يعني خيرات الدنيا كلها فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ويا رب يتقبل سلامنا وصلتنا عليه اللهم امين صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي انتوا نورتوني النهارده واسعدتوني جدا بنوركم الله وطبعا لولا وقت البرنامج اللي دايما بيجري بينا كنا سمعنا منكم اكتر من كده بس انا سعيده النهارده مشاهدينا الكرام ان انا ختمت الموسم بتاعي الثاني لصالون مريم لتبني الاصوات والمواهب القرانيه في تلاوه القران الكريم والابتلاءات والانشاد الديني بهؤلاء الشباب ما شاء الله عليهم اثنين ما يتخيروش عن بعضهم ربنا يوفقهم يا رب ويا رب نشوف كل المبتهلين والقراء كده يا رب في يعني نجوم تسطع في سماء العالم
العربي والإسلامي بإذن الله. أشكركم ضيوفي اللي شرفتوني النهاردة، وإن شاء الله كده أشوفكم حاجة جميلة في المجتمع بإذن الله. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا النهاردة، على وعد اللقاء إن شاء الله بالموسم الثالث إن شاء الله قريبا. نلقاكم على خير. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب عشان تعرفوا الجديد في البرنامج، وانتظروا مفاجآت كتير وحاجات حلوة كتير على صفحتنا صالون مريم. في رعاية الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.